مشاهدينا المحترمين، سلام الله عليكم، اهلا بكم الى حلقه جديده من البلاد. اليوم تاتيكم على الهواء مباشره من قناه البلاد. في هذه الحلقه مشاهدينا موضوعين اساسيين. الموضوع الاول متعلق بالحمله الانتخابيه او قضيه 30 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي تقدمه السلطات لدعم المترشحين الشباب في القوائم المستقلة، يعني القوائم التي لا تتبع لأحزاب سياسية. أمس كان فيه تصريح لافت لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، قال فيه أن هذه 30 مليون ليست قفة رمضان، وأنه لابد أن يتم تبريرها بالفواتير والوثائق التي تثبت أن المترشح قام بصرف المبلغ المذكور. طبعا منذ الإعلان عن هذه 30 مليون و الجدل حولها، خصوصا مثل ما رأوه البعض أنه فيه تمايز في التعامل السلطات مع المترشحين الشباب إذا ما كانوا من أحزاب سياسية أو كانوا مستقلين عن هذه الأحزاب، وطريقة صرف هذه 30 مليون، وكيف يمكن أن نضمن فعلا أنها ستذهب في إطار الحملة الانتخابية ولا تذهب هنا وهناك. طبعا شرفي قال أنه 512 شاب مترشح للانتخابات التشريعية المقبلة تقدموا للاستفادة منها، وقال أن الأمور مضبوطة جدا وفيه تشدد كبير في الإجراءات وينبغي أن يتم احترامها، خصوصا في قضية التبرير والفواتير والوثائق وكل شيء ينبغي أن يكون مثبتا حتى يتم فيما بعد إعطاء هذه 30 مليون أو تسليمها إلى هؤلاء الشباب. هذا موضوعنا الأول مشاهدين الكرام. في موضوعنا الثاني نبقى في قطاع العدالة. أمس المحكمة العليا رفضت الطعن بالنقض الذي تقدم به عدد من رجال الأعمال على غرار علي حداد والإخوة كوني ناف والوزيرين الأولين السابقين أحمد ويحيى وعبد الملك سلال. طبعا نتحدث الآن عن ماذا بعد، خصوصا أن قضية أو المصادرة الفعلية لممتلكات هؤلاء ينبغي لها من حكم قضائي نهائي، وما دام أن المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية أو الهيئة القضائية الأخيرة قبل أن يصدر الحكم النهائي قد رفضت الطعن بالنقض، وبالتالي ماذا بعد؟ كيف ستبدأ هذه الإجراءات؟ وماذا عن صندوق الأموال الخاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة الذي أعلن قبل أسابيع رئيس الجمهورية عن استحداثه قصد أن يكون هو وجهة هذه الأموال المنهوبة وفي طريق استرجاعها؟ طبعا أرحب في هذه الحلقة عبر الهاتف بالدكتور سعيد لصيف، وهو أستاذ القانون الدستوري. أهلا بك أستاذ لصيف. أهلا وشكرا على الاستضافة أستاذ علي. أهلا. ومعنا عبر سكايب من باتنا الأستاذ نجيب بطام المحامي. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا وسهلا أستاذ علي، أهلا وسهلا بضيفك الكريم. أهلا. نبدأ ربما بأستاذ القانون الدستوري الدكتور سعيد لصيف. قضية 30 مليون أثارت جدلا كبيرا وكبيرا، خلينا نبدأ أول شيء نعود شوية للنقاش حول قضية أنه دستوريتها وماشي دستوريتها، خصوصا أنه قال لك في هذا فيه تمييز بين المترشحين الشباب، بين المستقلين وبين المتحزبين. طبيعة الحال أثير نقاش حول هذه النقطة في مساعدات محتملة بالنسبة إلى الشباب. النقاش في بداية أثار حول قضية عدم دستورية هذا الأمر، بمعنى أنه إذا كانت المساهمات موجهة للشباب وقد حدد سنهم بأقل من 40 سنة، كان لابد أن يتساوى الشباب سواء كانوا مترشحين في قوائم حرة أو مترشحين ضمن أحزاب. ولكن النص القانوني نظام الانتخابات تكلم على مساعدة الشباب في حملة انتخابية الذين يترشحون في القوائم الحرة وليست الأحزاب السياسية. نحن نعلم أن قانون الانتخابات أضاف شرطا جديدا للترشح للانتخابات، هو أن يكون من بين المترشحين نصف شباب سواء كانوا في القوائم الحرة أو القوائم الحزبية. وبالتالي كان من المفروض البعض يرى أن عندما نساعد الشباب في تمويل حملاتهم الانتخابية لابد أن نسوي بين الشباب المترشحين في قوائم حرة وبين الشباب المنضوين تحت احزاب سياسيه ومترشحين على اساس النصف من الشباب. ولكن النص القانوني سواء قانون العضوي للانتخابات 2101 او حتى المرسوم التنفيذي الذي امضاه الوزير الاول جراد الذي صدر في 5 ماي اكد على ان المساهمه هي ممنوحه للقوائم الشباب المنضوين تحت قوائم حره، وحدد الشباب ب 40 اقل من 40 سنه، ولم يتكلم عن الشباب الذين ترشحوا في قوائم
حزبية. لذلك البعض اعتبر هذا تمييزا بين الشباب، عنصر الشباب. إذا أردنا أن نشجع الشباب للممارسة السياسية كان من الأفضل أن نشجعهم سواء كانوا في قوائم حرة أو في قوائم حزبية. إذا هذا هو الإشكال الذي طرح فيما يخص فئة الشباب ومساعدتهم، لأنه في النهاية الهدف النهائي الذي كان تقصد من رأي السلطة هو الدفع وتشجيع الشباب للمساهمة في الحياة السياسية. وبالتالي ما دام هناك شباب في الأحزاب السياسية لابد أيضا أن نشجعهم سواء كانوا أحرارا أو في أحزاب سياسية، وإلا سوف نفرغ الأحزاب السياسية من الشباب الذين يرون أن ترشحهم في القوائم الحرة أحسن من ترشحهم. لكن لا يبدو أستاذ لوصيف، لكن لا يبدو أن هذا 30 مليون ستقدم هكذا بصورة بسيطة وبصورة سلسة. وأمس ربما رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي قال أنها ليست قفة رمضان، يعني هي ليست في صدد أو في سياق الأعمال الخيرية، بل تتبعها إجراءات وإجراءات مشددة عبر الفواتير وعبر الكثير من المبررات. خليني أطرح هذا السؤال على الأستاذ نجيب بيطام عبر سكايب. أستاذ نجيب، إذن هي 30 مليون تقدم كمساعدة لكن ليست قفة رمضان، مرهونة بمبررات، مرهونة بفواتير، يعني يحاسب عليها هؤلاء الشباب فلسن فلسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع كما تفضلت، والمقصود بأنها ليست قفة رمضان، لأن قفة رمضان تسلم هكذا هبة يأخذها صاحبها ويستغلها كيفما شاء وحيثما شاء دون حسيب ولا رقيب ولا متتبع لها. أما هذا الهبة التي تسلم كهبة وكمساعدات محتملة تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة مثل ما تفضل الدكتور سعيد، تسلم للشباب الأقل من 40 سنة المترشحين في القوائم المستقلة. هناك بعض من يعتبر أن هذا يشكل تمييز، وفي الحقيقة وليس تمييز، لأن الأحزاب الشباب المترشحين تحت لواء أحزاب سياسية. الأحزاب عندها الاشتراكات نتاع الأعضاء نتاعها نتاع المناضلين نتاعها، عندها ذمة مالية من قبل، عندها حساب بنكي. أما الشاب اللي يترشح في قائمة مستقلة ربما تجده شاب متخرج من الجامعة، ليس له عمل بعد، ليس له وظيفة تدير عليه مداخيل، وبالتالي لا أرى في هذا تمييزا بين هؤلاء، على اعتبار أن الشباب المترشح في إطار أحزاب سياسية، الأحزاب عندها المناضلين تاعها. صور معايا 30 مناظر في حزب سياسي لما يمدوا مليون مليون ولا زوز منين كمساهمة وكاشتراكات يغطون أضعاف هذه الهبة المقدمة للشباب. عن سؤالك، ما إذا كان هذه الهبة تسلم نقدا وعينا هكذا من اليد إلى يد الشباب، فهذا كثير من الشباب راهم فاهمين هذا المسألة هذه خطأ. يعني اسمح لي فقط أستاذ نجيب، يعني مبدئيا بعض الشباب فاهمين، أعطيك يعني الملفي أني أنا مترشح، هاك الملف، السلطات هاك 30 مليون، يعني بهذا البساطة. هذا مش بهذه الطريقة، هو كثير شباب يفهموها هاك، يعتقدوهم نبلغ يروح البنك. لا، هذه إجراءات وإجراءات محاسبية. كل قائمة مترشحة للانتخابات سواء كانت تحت لواء حزب أو القوائم الحرة عليه أن يعين ما يسمى بأمين المال، أمين المال للحملة الانتخابية. وهذا أمين المال يمشي للبنك الجزائر ويفتح حساب بنكي خاص باسم الحملة الانتخابية لهذه القائمة المستقلة، وتودع هذه المساعدات في هذا الحساب. وأمين المال المعين من قبل القائمة المستقلة هو المسؤول وحده عن كيفية صرف هذه الأموال، يعني مسؤول عن الإيرادات التي تدخل لحساب الحملة وعن مجالات إنفاق هذه المبالغ. وبالتالي هذه المساعدات لا تقع تحت أي طائم ظرف كان بيد هؤلاء الشباب، إنما تدخل حساب الحملة الانتخابية لهذه القائمة المستقلة، وليس الشاب من يتصرف فيها، إنما أمين المال. ولكن طبيعة الحال يعني الشباب يقترحوا وقال هذه نشريوا بها، نستأجروا بها القاعات ونديروا التجمعات، هذه نشتروا بها ملصقات، هذه نديروا بها مثلا نشتريوا بها نخدموا بها صور معلقات إلى غير ذلك، نشهروا بها نديروا الإشهار إلى غير ذلك. ولكن هذه تتم
بواسطة أمين المال، هو اللي يصرف هذه الأموال، هو اللي يمشي يسلك هذه الأمور هذه مقابل وصولات يتعين عليه بعد انتهاء الحملة الانتخابات بمدة شهرين أن يودع تقريرا عن كيفية صرف هذه الأموال لدى السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات. وبالتالي مخطئ من يظن أن هذه المساعدات تودع أو تسلم من إلى يد هؤلاء الشباب، حتى ربما كاين اللي حتى ما يستغلهاش ربما في أغراض انتخابية. وبالتالي المسألة مقيدة في أطر قانونية وتحت رقابة السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات. إذن دكتور سعيد لوصيف، ألو دكتور سعيد؟ نعم أنا في استماع. نعم دكتور سعيد، إذن هي هذه 30 مليون هي تأتي كدعم بعدي للحملة الانتخابية، يعني حتى يقدم هذا المترشح الشاب بالفواتير، يقدم جميع مبررات الحصول عليها ثم يحصل عليها، يعني بعدما يكون قد أنفق أموالا وقد صرف على هذه الحملة الانتخابية. بطبيعة الحال قلت قد رئيس الوزير الأول قد أمضى مرسوما تنفيذيا 21-190 يحدد كيفية إعانة الشباب، وبالتالي هو أشار في المادة 5 إلى الملف الذي يقدمه الشباب المضاوي تحت قوائم حرة، وبالتالي لابد أن يقدم طلب، لابد يقدم فواتير شكلية كما قلوا بروفورما، لابد أن شروط أن تكون هذه مثلا القاعات تكون عامة، أن يكون النقل عن طريق البر والسكك الحديدية وليس عن طريق الجو، وبالتالي كلها لابد ان تبرر بفواتير ليتم مراقبتها. ايضا الامر مهم جدا هو ان هذه القوائم الاحزاب السياسيه سواء كانت قوائم حزبيه او قوائم حره لابد ان تفتح حساب بنكي، لانها سوف تقدم حساب الحمله الانتخابيه الى لجنه مراقبه تمويل الحمله الانتخابيه. اذا لجنه تمويل مراقبه الحمله الانتخابيه هي التي سوف تراقب هذا الحساب وتراقب الاعانات التي قدمت لهؤلاء الشباب واين صرفت. لذلك فهذه الاموال لا تقدم هكذا، وإنما لابد أن تبرر بفواتير سواء كانت فواتير نقل أو فواتير كراء قاعات، وبالتالي الأمر لأن الأمر يتعلق بمال العام وليست كما أشرت أنت ليست هذه مجرد قفة رمضان أو لونساج بيز، وإنما هي أموال تعطى للشباب لإعانته، ولكن الدولة سوف تراقبها وسوف تبرر بفواتير. وأنت تعلم أنه في إطار مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أنشأنا لجنة جديدة في قانون الانتخابات هي لجنة تمويل حسابات الحملة الانتخابية، هي المكلفة الآن بعد انتهاء الحملة الانتخابية على كل القوائم أن تقدم هذا الحساب إلى هذه اللجنة لتنظر فيه، تنظر في النفقات وتنظر في الإيرادات، وهي التي تصادق على هذا الحساب، وإذا ظهرت هناك تجاوزات بطبيعة الحال لا تصادق على هذا الحساب، وبالتالي ممكن أن تكون هناك متابعات قضائية إذا تم تبديل هذا المال العام. طبعا ربما هذه النقطة المتابعات القضائية، لا نريد لهذا 512 مترشح شاب أن يكونوا عرضة للمتابعات القضائية. أستاذ نجيب بيطام، ماذا تنصح هؤلاء من الآن يعني؟ نعم أنصح أنه يحسنون تحديد مواضع صرف هذه المبالغ ولا يصرفونها إلا في المسائل المتعلقة بالحملة الانتخابية، وأن يتفادوا بعض الأعمال المشبوهة كتضخيم الفواتير. أنت تروح تكري قاعة بزوج ملايين ودير لي في الفاتورة 10 ملايين باش من بعد تزيد من ملايين هذاك معمول القاعة. هذه حذاري ثم حذاري، لأنه هذه الأموال هذه تاع الحملة الانتخابية تقع تحت مراقبة لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية المنشأة بموجب المادة 115 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات. ومما ستتشكل هذه اللجنة؟ هذه اللجنة هذه فيها قاضي من المحكمة العليا، فيها قاضي من مجلس الدولة، فيها قاضي يعينه مجلس المحاسبة، وفيها ممثل عن السلطة العليا، السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، وممثل عن وزارة المالية. تلاحظ معي التشديد في صفات أعضاء لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. هؤلاء قضاة محترفون سيبسطون رقابتهم بعد انتهاء الانتخابات وإعلان النتائج على هؤلاء الشباب المترشحين أن يقدموا تقارير، أن يرفعوا تقارير إلى هذه اللجنة في أجل شهران مرفوقة بالوصول والفاتورات، وستدقق هذه اللجنة في حسابات هؤلاء الشباب وكذلك في القوائم التي ينتمي إليها الشباب في مواضع صرف
هذه الأموال. إذا أعتقد أنه لا مجال للتفكير في صرف هذه الهبات أو المساعدات المقدمة من طرف الدولة في مجالات خارج إطار الحملة الانتخابية. أستاذ نجيب بيطام، أنت تحت طائلة المتابعة. شكرا أستاذ نجيب، أنت ستبقى معنا حتى نناقش الموضوع الثاني، المحكمة العليا التي رفضت الطعن بالنقض في التي رفعها كل من محامو علي حداد والإخوة كونيناف وعبد الملك سلال وأحمد ويحيى، طبعا الوزيرين الأولين السابقين، في قضية الآن ما الذي بقي وكيف ستكون الإجراءات العملية الحقيقية حاليا لمصادرة أملاك هؤلاء. طبعا أشكر دكتور سعيد لصيف الذي كان معنا عبر الهاتف في هذا الجزء من الحلقة. طبعا مشاهدينا، روح الفاصل ثم نمضي إلى موضوعنا الثاني.